يتسم العصر الحالي بنمو سريع وواسع للعولمة المدعومة بالتقنيات الرقمية ومستحدثاتها في العالم الافتراضي بريادة مجتمعات متطورة تقنيا ومنتجة لهذه التقنيات، فيما هناك دول أخرى ما زالت ترزح تحت وطأة معاناتها المتنوعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بسبب الإرث التراكمي من النزاعات والحروب الممتدة فيها وعليها على مدى عقود من الزمن. وقد أنتجت هذه الأوضاع العالمية المتباينة أنواعا مستحدثة من العمل تتطلب مهارات تخصصية علميا ومهنيا في قبالة بطالة تراكمية وتصاعد نسب انخفاض مستويات التعليم والأمن الإنساني. وبوصف المرأة الشريك النوعي الإنساني في هذا العالم، فمن المنطقي أن تتأثر وتؤثر في هذه الأوضاع سلبا وإيجابا. المرأة العراقية، ليس واقع المرأة العراقية بمعزل عن أوضاع المجتمع العالمي والمجتمعات النامية، وبخاصة أن المجتمع العراقي يعاني من تغيرات وانعكاسات للصراعات السياسية والاقتصادية والعالمية والإقليمية، حتى بات ساحة ميدان واضحة المعالم لهذه الصراعات. وجاءت أزمة جائحة كورونا لتعمق الأزمة الاقتصادية وتعقد الأزمات الأخرى في المجتمع، لا سيما منها الأزمات الاجتماعية والنفسية. وكل هذه الأزمات ألقت بظلالها القاتمة على شريحة الشباب وتحديدا منهم النساء، حيث ارتفعت معدلات البطالة وانخفض النمو الاقتصادي العراقي بشكل كبير، حتى بات هذا المجتمع يتجه نحو أزمات مالية معقدة بسبب تنامي اعتماده على الاقتصاد الريعي من واردات النفط. وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فإن نسبة الفقر في العراق اعتمادا على فقر الدخل قد ارتفعت من 20 إلى 32% خلال السبعة أشهر الأخيرة منذ بدء جائحة كورونا. ولأجل البحث عن منافذ لتحسين أوضاع المرأة العربية بشكل عام والمرأة العراقية بشكل خاص، فإن البحث الحالي يناقش ويبحث مسألة دخول المرأة العراقية عالم الأسواق الافتراضية كمنتجة وكمسوقة، وهذا هو استجابة للعولمة في جانبها الإشراقي أو الإيجابي، الذي يمكن أن يساهم في حلول لبعض المشكلات التمييزية التي تعاني منها المرأة في العمل وفي المجتمع بشكل عام. تساؤلات البحث هو بالحقيقة تساؤلين: كيف يمكن تفعيل دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة وفي القضاء على الفقر والتهميش في المجتمع العراقي؟ وكيف يمكن معالجة تباطؤ العمل في تمكين المرأة العراقية اقتصاديا وفي تفكيك الصور التقليدية للتقسيم النوعي للعمل؟ ومن يمكنه القيام بهذه الأدوار ومن له الأولوية فيها؟ هذه التساؤلات ستكون مستندة في معالجتها على الفرضيات الآتية: إن تقنيات العالم الرقمي تقدم اليوم فرصا واعدة لعمل المرأة، والتي من المفترض أن تتوافر لديها، يعني لدى المرأة، المهارات الرقمية كي تستطيع أن تحقق عوائد أعلى في سوق العمل. ونحن نعتقد أن النساء في العراق ما زلن أقل اهتماما من الذكور في بعض المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي. الفرضية الثانية: أن نافذة الفرص آخذة في الظهور، فالنساء اللواتي يؤدين مهام عمل أكثر كثافة في الأسواق الافتراضية يحصلن على زيادة في الأجور بنسب أعلى من الرجال، وهذا يفترض أننا أمام فرص سانحة لتضييق فجوة الأجور بين الجنسين. ولأجل التحقق من هذه الفرضيات، تم تحديد الأهداف الآتية: الهدف الأول استقراء التحديات التي تواجه المرأة العراقية آنياً ومستقبلياً في الأسواق الافتراضية، معتمدين في ذلك على وجهات نظر المختصين الخبراء وعلى وجهات نظر النساء المزاولات للعمل في تلك الأسواق، سواء كمنتجات أو كمسوقات.
أيضا البحث تناول خلفية نظرية لا يسع الوقت إلى تقديمها، ولكن تضمنت هذه المحاور الخمسة، هي العمل في زمن العولمة والأسواق الافتراضية، والأسواق الافتراضية وأهمية صياغتها الوطنية على أساس معولم، والمرأة في المجتمعات النامية والفقيرة والأسواق الرقمية في توصيف هذه العلاقة، والأسواق الافتراضية تزايد الحاجة إليها كوسيلة لتحسين وتطوير مجال العمل النسوي، ثم أخيرا أزمة عمل المرأة العراقية في ظل أزمات المجتمع العراقي. هذه المحاور تم مناقشتها والخروج منها بمنطلقات. إجراءات البحث تكونت عينة البحث من 175 فردا قسمت إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تشكلت من 100 فرد من المختصين الخبراء في مجال العمل الافتراضي، طبعا مناصفة بين الذكور والإناث 50 ب 50. أما المجموعة الثانية فضمت 75 امرأة من النساء اللواتي يزاولن العمل كمنتجة أو مسوقة في الأسواق الافتراضية. وأعدت استبانتين للمقابلة المقننة، تم التحقق من خصائصها السايكومترية، وخصصت كل واحدة من هذه الاستبانات لمجموعة من العينتين، وتضمنت كل استبانة طبعا مجموعة من الأسئلة الرئيسية والفرعية من نوع الأسئلة المعمقة. وأظهرت النتائج توصيفا تشخيصيا ومعالجات مستخلصة من نتائج استجابات العينة. أما التقنيات المستخدمة في البحث الحالي، فقد استخدمنا أسلوب الملاحظة والمقابلة، وقمنا بسلسلة من المتابعات للأسواق الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمنصات التجارية التي تروج إعلانات أو تعرض أو تبيع سلعا أو بضائع مصنعة محليا أو مستوردة. وقابلنا بعض النساء المنتجات والمسوقات على صفحات التواصل الاجتماعي. كذلك قابلنا بعض المختصين الخبراء في هذا المجال وناقشناهم في طبيعة العمل ضمن هذه الأسواق، لا سيما لدى النساء. وبهذا حددنا طبيعة الأسئلة وأنواع العينات التي يحتاجها البحث للحصول على أعلى قدر ممكن من الموضوعية في توصيف أدوار النساء العراقيات في الأسواق الافتراضية. بلغت نتائج التحليل النوعي بحسب أهداف البحث وأسئلة الاستبانتين لعينتي البحث 40 نتيجة تشخيصية وعلاجية مقترحة، وعلى النحو الآتي: يظهر الشكل الحالي عينة النساء كمسوقات ومنتجات وعينة الخبراء. كل نوع من هذه العينات قدمت آراء يعني تشخيصية ومعالجات مقترحة. وطبعا بالنسبة للنساء كان يعني كمسوقات ومنتجات، البعض من عندهم كانت تمارس دور المسوقة والمنتجة في آن واحد، والبعض كان هناك يعني فصل في أدوار العمل هذه. أهم النتائج، يعني لا يسعنا الوقت لذكر كل النتائج لأن 40 نتيجة، فنورد يعني أهم هذه النتائج ولمن يرغب العودة إلى متن البحث الأصلي. المحور الأول هو تشخيص المختصين الخبراء لأوضاع المرأة العراقية في الأسواق الافتراضية. أكدوا على الدور الواضح لها، يظهر كمسوقة، يليه كمستهلكة، ثم كمنتجة، وهذا الدور يعني دورها كمنتجة غير واضح تقريبا، وأنه عملها كمنتجة أو مسوقة يمكن أن يساهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية وفي الحد من أو تخفيف معاناتها من صعوبات أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدورها الاجتماعي كامرأة، وأنه أكثر الصعوبات اللي تواجهها الامرأة هي البطالة، يليها التهميش، ثم الفقر. كذلك أن عمل المرأة يمكن أن عملها يعني ضمن الأسواق الافتراضية يمكن أن يساهم في التنمية المستدامة بشكل واضح في العراق، لأنها تشكل نصف طاقة المجتمع،
وكذلك أوردوا أسباب التباطؤ في العمل النسوي في الأسواق الافتراضية، يعود إلى قلة الدورات التدريبية في هذا المجال، تليها الأمية الأبجدية والإلكترونية، ثم عدم توافر الدعم المالي لمشاريع النساء في هذا المجال، ولا يوجد تنسيق في التخطيط لتمكين المرأة في العراق في هذا المجال تحديدا، ثم غياب ثقافة العمل الربحي اجتماعيا في الأسواق الافتراضية. أما بالنسبة إلى وجهات نظر وآراء النساء العاملات في الأسواق الافتراضية كمسوقات ومنتجات، فأكدوا على أن المرأة اكتسبت مهارات العمل عبر الإنترنت في الأسواق الافتراضية من خلال الاستعانة بمن له خبرة سابقة، ثم شاهدوا محاضرات على اليوتيوب فتعلموا كيف ممكن أن يكونون مسوقات ومنتجات. كذلك كان هناك تشجيع تتلقاه المرأة العاملة في الأسواق الافتراضية أكثر من المساعدة والدعم، وغالبا ما يكون هذا التشجيع من النساء في أسرتها، أمها أو خواتها. الحاجة الحالية لنوع الدعم اللي تحتاجه المرأة في عملها في الأسواق الافتراضية، هو بالدرجة الأولى تحتاج للدعم المعنوي، ثم الدعم المالي، ودعم تطوير المهارات، ثم الدعم بالترويج والمشاركة، يعني تسويق منتجاتها. كذلك أكدت المستجيبات على أنه توجد تحديات شخصية وأسرية واجتماعية واقتصادية تواجه عملها. بالأخير هناك جملة من التوصيات موجهة إلى منظمة المرأة العربية، هي دعم المرأة العربية محليا وإقليميا وعالميا لتطوير مهاراتها للعمل في الأسواق الافتراضية كمنتجة ومسوقة للمواد والسلع والبضائع. كذلك تشكيل شبكة نسوية محلية وإقليمية من النساء العراقيات والعربيات العاملات في الأسواق الافتراضية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات. كذلك استحداث سوق افتراضي عالمي خاص بعرض وتسويق وبيع منتجات المرأة العربية وطبعا المرأة العراقية بضمنها. أتطلع أن يأخذ المؤتمر بهذه التوصيات أو ببعض منها، وأكرر شكري وامتناني لجميع من هيأ وحضر لهذا المؤتمر. شاكرة حسن استماعكم وإصغائكم، وكل الأسئلة والتعقيبات حول هذا البحث. شكرا جزيلا، مع السلامة.